نظم قصر ثقافة السويس حفلا مزج بين التواشيح الدينية الإسلامية والترانيم المسيحية في أبهى صور الوحدة الوطنية والتناغم الفني والثقافي. وقال مصطفى السرحة مايسترو الحفل أن الفريق من منشدين ومرنمين وعازفين قد بذلوا جهدا كبيرا للظهور بهذا التناغم، مشيرا إلى أن التدريبات لم تتعدى 23 يوما. صدد تقييم فرقة جديدة للإنشاد الديني سواء الإسلامي أو الترانيم الكنسية مشتركة كتجربة جديدة في محافظة السويس تبع قصر ثقافة السويس، ولسه ما شفناش الفرقة عشان أقدر أقول رأيي فيها، بس إحنا عادة يعني بنشوف من السويس مواهب ممتازة دايما، متوقعين خير منهم بإذن الله. هي تجربة فريدة طبعا إن هم بيعملوا الأعمال بتاعتهم بجوارنا جنبنا، وإحنا طبعا بنعمل الشغل الإنشادي الديني بتاعنا المعروف، وبندمج في الوطنيات طبعا بالذات كمان الوحدة الوطنية، ودايما اللي بيجمعنا مصر وأرض مصر وشعب مصر، شعب واحد. فرقة بتشمل الترانيم مسيحية زائد إنشاد إسلامي، ودي فرقة نوعية من أول مرة تتطبق تقريبا في الشرق الأوسط بالمنظر ده، إن يبقى معاها فرقة موسيقية مصاحبة حقيقية والاتنين في هارموني، مش ده بيعزف لوحده ده بيشتغل لوحده، بيشتغل أغنية وأغنية، وفي النهاية خالص هتبقى في مفاجأة إن إحنا هنعمل حاجة مشتركة ما بين الاتنين. يعني دايما الموسيقى هو السلاح الوحيد ان احنا نقدر نقضي على اي فكرة غريب عننا. فكرة الدمج بين الانشاد الديني الكنسي والانشاد الديني الاسلامي فكرة كمان كنا مفتقدينها من زمان، ولما حد قبل كده جربها يعني كانت النتائج بصراحة كويسة جدا.